لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تشييع جسمانة تيك توكرز المغربية شيماء بن سعيد بعد مكافحة لشهور وأكثر من ذلك. التيك توكرز المغربية التي فقدناها اليوم وافتقدها الشعب المغربي بخبر محزن ومؤلم، حيث تسأل الجميع عن موعد تشييع جسمان وسط حزن كبير، حيث أن جسمان تيك توكر شيماء بن سعيد شيع وكان مليء بالأحزان والدموع عليها من أسرتها ومن زوجها، حيث كانت حياتها مليئة بالكفاح مع مرض السرطان الخبيث والذي أصابها لفترة طويلة، حيث ظلت تكافح لسنوات. ولاحظت شيماء بن سعيد البالغة من العمر 27 عام والتي كانت تعتبر من أبرز الشخصيات على صفحة التواصل الاجتماعي تيك توك في المغرب مغادرة عالمنا بعد معركة شجاعة مع مرض السرطان تارك وراءها آثار عميقة في قلوب متابعيها ومحبيها، حيث أعلن زوجها عن رحيلها بكتابة بوست عبر موقعه، حيث كتب: توفيت زوجته الطاهرة، وخبر الذي أثار حزنا كبيرا وهو وفاة تيك توكرز المعروفة. وأثناء جنازتها كان الحزن والمليء بالدموع أثناء الجنازة الموقية والتي أثارت حزنا كبيرا من كل من يعرفها من المغرب وخارج الوطن العربي بأخلاقها الطيبة والتي لم تخرج من قبل في صورة غير صورتها الحقيقية، وهي يعتبرها الجميع من أشهر التيك توكرز الموجودين في المغرب.